عمودي دي من مهام. إن مسار بناء جزائر جديدة التي نطلع جميعا لقيامها يقوم أساسا على روح وقيم ثورة نوفمبر. هذه القيم التي تستلزم منا اليوم في سلك الجمارك الجزائرية العمل بكل احترافية ومسؤولية وأمانة عبر جميع مصالحنا المتربعة عبر كل شبر من أرضنا ووطننا المفدى. يتكلم اليوم يظهر له بلي الثورة هذه حاجة سهلة، في جماعة رفضت سلاح وحاربت، ولكن ما ننساوش بلي عدد المجاهدين في ذاك الوقت عدد قليل والتسليح نتاعهم أيضا قليل، وحتى إذا ما هوش قليل من نوعية نتاعهم مش نوعية نتاع سلاح للحرب، الحرب العصرية، لأن أمامنا مئات الآلاف من الجنود المكونين ومؤطرين بأكبر الجنرالات وأكبر الضباط الساميين، ورغم ذلك ثورة انتصرت